يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيت مثل الدرسنا بفضل الله وبرحمته قد نظر أف الحرمان إنسيم ذي المالينس. أيت مثل الحرمان إنسيم يحفظي سيدي ربي ويحفظي يحفظي الإسلام. خلال الخلق دي فكا سيدي ربي غلقا يفكيز دي الحرمان والإسلام يحفظ الحرمينس. يحفظ الحرمان إنسيم ورجوزارا إيون أذي تعدين أف الحرمان نجمس إنسيم نعفذ نظن نجمس من آدم. خطر ما كندر خار دائما وأبدا ذثمثن دي الإسلام قرد سيدي ربي قويس إنما المؤمنون إخوة، ولكن ذثمثن من آدم غسو إلا ذي نسيم، ولكن ذكمك من آدم يسعى الحرمان ويحفظ سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. كان يثمثن لكن يحفظ مرة جميع الحرمان إكسع الخلقين سخزرت. كان يثمثن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل ظلما بغير حق صوب الله رأسه في النار. إن دمري لي نلعب ذي جم يوث تجرا يغرد صوضا إمس فريدن بعد صغيما استعفين إثيريون أدي كاريون أذتي يجزم بلن كرن المنفعة إن أذي صوب سيدة ربيان قرويس أثي وث سقروي غر جهنم غزر ثكيت مثلا ثكيت تجرا. يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إن ثمشي يشتا إن تكشم فلس ثمغار في جهنم إن تكشم يسر ذخي تخم تحفزيس ورس فكار المكنة وتسجر أن تسفغر فران تتش المكنة دان أيضا أرمي ثموث إن تكشم فلس جهنم. خذرت كان يثمثن الحرمان للحيوان ويسعى الحرمان يسعى التجرة، فما بالك الحرمان يكسعى ابن آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم كاين ذي الكعبة يتسمى الكعبة ينسمى أعظم حرمتك ينس ذيشو الحرمان يصعد الكعبة ينس الحرمين مقرث مليح مليح ينس، ولكن ينس للمسلم أعظم حرمة منك ينس، ولكن ينس يسعى الحرمان أكثر منك منه. زركان يتمثل خطر جميع إنس حرم الله دمه وحرم الله ماله وحرم الله عرضه. إنس يحرم سيدي ربي إذا منيس يحرم سيدي ربي المال ينس ويحرم سيدي ربي العرض ينس. خطر الرسول صلى الله عليه وسلم مكدينا إن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذا شو يقلان محروم مني خطر ما دين يذ محروم مثل ما يفكيس الحرمة تسخري في داره وقم يقرن الحرمان الحرمان نكرا إند إنسيم أفق ماس إنسيم ذي الحرام إند إذا منيس وتكذرا وتخبش ذرا وتجرح ذرا وتنخذرا وتخدم ذرا كان لما ذرا ثوضن يفسنك أثوضن الجوارحي وتصوض ذرا ذي المدينس وتصدرا ذي ثي ذينس وتصدرا ثي ذينس المعنى أما أمس خزافيث أما تعميض ديركتمون ديركتمون وتصدرا ثي ذينس وتصدرا الجهد ذينس. ماذا قلنا تخذ ماذا يخذ مارورك أذا تخلص ماذا قلنا جيك يا مانا أذا تحفظ وقيد يمانا وتكثر ذي المالينس كان يقرد وتكثر ذي العيرضينس وتكثر ذي الحرمينس أستحفظ الحرمينس ما كان تحفظ الحرمين كما كان تحفظ العيرضينك ألا تحفظ العيرضينس وتكثر في اللسان يخذ مارا سبحان الله كان يتمثل. إذن إنسيم إسان الحرمان مثلا خطر الإسلام إيه وش مين يروح الإسلام وثدي في كرسي ذا رب الخالق سبحانه وتعالى باش يعني تظل كان واحد سن تظل عن سركع عن سجيد مجرد كان كحركات أثنخدم ولكن يفكد باش أذي لين الصلاح ذي القاعة أذي لين الصلاح غير مدن وأذي لي الصلاح ديال القاعة وأذي لي الصلاح غير مدن يقرد سيدي ربي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. القاعة إن تفكر سيدي سيوط الصفة للصلاح إن ما تقرد فوسيك غير داخل ماذا قال وستر نظر الصلاح وركات تفسدوا ما تقرد فوسيك الكلام ما تزرد وستر نظر الصلاح وركات تسن الأرض الفاس كان كنا الصلاح الإنسان ذي قيمة كنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويفغى سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى الإسلام أذي الصياح غير مدن
أذي صيح أذي زرع الخير أذي زرع ثقمات أذي زرع أذي زرع المحبة أذي زرع الرحمة غير العيفات باش هذين دث مثلا يقرض وأصلحوا ذات بينكم أصلت كيف مثلا ذا نشتكي في روح الإسلام باش هذا غير ربي باش أديوي لهنا ذي القاعة أديوي لهنا غير مدن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاش في ذي دفاعات سيدي ربي إيوه ذي دفكا يروح باش هذا غير ربي باش من كل يوم أذي قدر ويض من كل يوم أذي يشتي ذي نس من كل يوم أذي حافظ أماكن تحفظ في الحرمين صار يحفظ في الحرمان الغير نظن ويتصور على الغير نظر حاشا شوينا العالية يقرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن دي فكيد ربي باش قاون صفة الهان باش أذكون ربي كان يثمثل من دان تفوك الحرية إنك إذ دان الحرية الغير إنك ولكن ما ندفوك الحرية إنك أشاك يو نسك شمضة الحرية الغير نظن ما ثوض غارتي لستينك تحفظ خطر سنين إكذا وإلى الغيرك وإلى خرادة قربض كاين باش انزر بلي الدين يساد باش هذه هني يعاود دي تذرتي نص مره وين 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 يكرن داس في ديك السفساد خراي لاندي وين لاندي مخراضه اما تقول ذاك يسعانا ما تقول ذاك ونسعى يعتبر ذا المفسد ديال القاع وين يسكي ديفند المفسد من المفسد ديال القاع وين يسخان الرمانات ذا المفسد ديال القاع وين يسن ايضا امغفان ذا المفسد ديال القاع وين يسن ايضا يوجيلن ذا المفسد ديال القاع وين يسن ايضا الفقراء ذا المساكين ذا المفسد ديال القاع ذا شي في كونين فافيس ما ريتش العاود ايضا وتيسرا اين دحلال ستيدينك اين اون لا رينيك الغيرينك اين دحلال دار ستيدينك حسب الغيرينك وماذا قال لك شمراس تكشم ذكويلا الغيرينك عاقل يقول فافيس الحقيقة نوثي قذرة ولكن فتشت ذي فاطي وسيدي ربي قد قويس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن ماذا قلنا يلعب ذلك شن أي لن يقوشيين أي للفقراء ذو المساكين أثيش ظلم إن تسيمسك الصغار عبوضيس إن الجهنة ميتي يقولين إلقى إنسان ذي تحسب في مانيس سوى نشتاقيا هذه قيمة غال حديثة روين ازدك في سيدي ربي باش هذه استقناع سوى نزدك من ازدف كسيدي ربي سبحانه وتعالى وهذه ضيف سيدي ربي يفارك وينك نزدف كاكل ولكن وتفطر فيتر اول نصغر وين يتيسر اكن غيث مثل المر العبد يتصدف من الرشوات المفسد ديال القاعة ويجي مرة أكو يدنو درك الصفة ذاك مرة أكو يدنو درك البعيد عن جرب يجي مؤمنين سفوغت ثوذر في الهان غف النظام يقرأ يروح ذا في الحقد يوي يحقش ولكن هذا زد سيوعار وين أكو نسعر الحقد يروح هذا ذي ديوي السهايا أنشتاقيا وذي عيثرة فابيس دي المفسد إلى العقيقة والمفسد وثي حمي يرى ربي كيف مثلا كرب وين يسفسد دي القاعة سيد ربي تلهي دي ذس يقرد فأكثر فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت هذا سفسادن إفكازن ضربي العيقة من سنة إذن الأخزر كان يثمثن الإسلام أنا ويذي نسيم ودينا سيدي ربي سبحانه وتعالى إنسيم دوينك نتظلنا دوينك نتصوزم دوين يتحجون دوين يتزكين وقيد ذن فرض من كل إنسان مسلم هذا ثني خدم مش هذا لا إلا أنا محمد رسول الله فيك شمدر دائرة للإسلام أعقيز بلحميك سيدي ربي أتسمى تزدخي إنسيم إياك وإياك تشهد لا إلا أنا محمد رسول الله تعيش دي إنسيم أتسمى ضد الكافر خطر سيدي ربي تثبت له لون وش في حنا نفير الخيار ذي الأمة الخيار قوين دفك سيدي ربي قوين دقيق غلقاها ويومين رغا في ما نشبدك يطيب سيدي ربي أنا سيدي ربي ثبث أولي وغف ديني ثبث أولي وغف ديني وتشيرا في مالس يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك إذن لا فيكتوار العبد إلا ذي نشيمي قديم ذي نشيمي وتمتثرا ماشي ذي نشيم إذن أن نشيم أني وغي دينا ذا شو الصفاق سانسيم يقرد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يقرد في رواية نظن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده إنسيم ذوين يسيمن يعيب هذا أما ذي نسيمن أما ماشي ذي نسيمن سيمن دكفوسيك سيمن سيمن دكيرسيك ماذا قال سيمن يعيب هذا دكيرسيك سلم دكفوسيك أعقيك شين أبشر أخيك شي ذي نسيم ولكن ماذا قال وسيمن لارا ماذا وينك قرب ماذا وينك فاذن وسيمن لارا دكفوسيك وسيمن لارا دكيرسيك أعقيك ثبعض ذا طاسي ثبعض ذا في الإسلام يقص أعقيد بلي سرجوك الحساب غرسي ذي ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده المؤمن نوى المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم المؤمن ولكن يتسمن يغشين أفيدا من نسن أفث نفسي نسن وسن تخدم ضرر ما ضرر حشين العالي غاثن يوضن دير جهينك كشتي ذاف اللامان غاشي زيك ديو نارو لسو تكذرا وتكذى ذي يمن وتسخن ضرر ذينك دي قدر سيدي ربي سبحانه وتعالى كان لا تشل ذينك دي قدر سيدي ربي رفع عشل غاس تكسب ذوكي مليار من دوني ثمرا ولكن ماشي المهم ذينك تكسب اشحال يقسم من داخل هذا تشل اشحال يقسم من داخل هذا تشل حشين دي قسم سيدي ربي سبحانه وتعالى مي باقي نظن وتستدري انا كي تحاسب في الناس حش ما قال لك حلاف دي جنثيس تصدقت في الفقراء في المساجد تخدم ذينك حوب سيدي
سيدي ربي سبحانه وتعالى مولاش ني قوين يقدر قدر سيدي ربي وتر النظره شحال في يوني نفادي سكرات الموت ملك الموت يقضي قفض الروح سيدي دقيقه رطيض اثناء في قيمه المكان وفات دغيا قماش نسن تسوكس سيدي كسنا خاطر وسن تقسيم راه اين يقفلاني يقسم اين الفلاره يف كسنت تسوكس خاطر وراسي يقسم راه بافيس المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم اذا ايث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم دينان المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه انسيم افق ما سنسيم ذي حرام اذا منيس المال ينس العرض ينس ثلاثة الحوايج كاين ذي مقومات سقيفي قفدي عفدي دونيف اذا منيس المال ينس العرض ينس وتكذر وتخبش ضرا وتجرح ضرا وتنقض ضرا يا قاس عقيدكم وتهجر الحسابيك بزاف تخمض المضر بعد الموت تمفض بعد كديف دي نس ترضي حقيش اياك تخمض السنين درجه هذا هو الحق يون وتخلي صغيره والله الذي لا اله غيره اما ذاك نثرت الدنيا ترضي نفعك ترى سويني تخيف ولا غتصوض الغار دينا ترى الصزال اللي ثقين يفعل ساعه تفدي مالك تصفك ذي بيس تصفك ذي بيس 500 خلاص حشر خلاص تخلص بيس باب الحق هذا في غاي اذا وتظلم دارا وتظلم دارا كذا منش وتظلم دارا ذي المالينش وتستدار ذي في ذينس ماشي غيندي حلا غتشوف الشيني غتوض ذي ثيليستيس غلقا ذي الملكيس تروح درنو ذي غير درنو ذي الميتران هذا تغيفط ذي كلش هذا تكسر هذا توكار تي الكازين توكار الصحة توكار تي دريمن من بعد هذا تشد ويزمير هذا يهضر انا شتني غير قاس عقيد ذي الخسارة كادن تشدو غير غرصة تزال دقيقة يدور دفافيس وين يخدمني تمساتي شبان تاكيا إذن أتصوتار ذي المالينس وأتصوتار ذي العرضينس أتحافظ ذي الحرمينس أتقدر ذي الحرمينس وتقدر في لسين أين يخذي مرة والدرسنا على أدنى الدار أف المال أف الحرمة من المال أمكاني إكس حفظ الإسلام يعبد ذخين المالينس أكيد مثلا خطر ما دين المال ذين يتمقين يعبد غرغورس ذينك نغار يتسجي ويلعبد غرغورس ذين إكتحب بين يعبد ونحمياري المال ولش العبد أوثن حميارة يتمي غرغورس ولكن الإسلام يخذ مصر ضوابط المحبة نارد حمي ذاك المال المال ما دين ذا المال ذي ذري من ما دين ذا المال ذا الحيوانات ذا معيش ذا فخري ذا غلمي ذي رغمان ما دين ذا المال شكونا ما دين ذا المال ذا القاعة وما دين ذا المال ذينك مرة نقوى تززززز في دغض مرة نقوى ما يتمول ذوكين إمقارن المال وسيد ربي سبحانه وتعالى يجعيد يعفذيس يحمي المال يقرد سيد ربي وتحبون المال حب جمل تحمي من المال يقرد سيد ربي قواليس وإنه لحب الخير إلا شديد الخير ذاكين ذا المال أكا غيث مثلا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قام كيدينا يندم كل الأمة يقعدون مرة أكو الساعة الثنى أكو كل هذا شو الفتنة الساعة دي الأمة يقعدون يندم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال يندم الفتنة الأمة الأمين يندم ذي المال أكا غيث مثلا ذا شو غيك فارقني شريك ذي المال ذي ذي من شو كفرقنا الحباب ذي المال شو كفرقنا الجيران ذي المال ذي القاع شو كفرقنا الزوران ذي المال ذي ذي من أه؟ الوالدين ذا شو سبحان الخالق نقضى اليوث درجة حاش قاضي يرحم سيدي ربي لاني قاضي يحب ربي يحب ربي يتوفقن على حمين الوالدين سن وما قل باقي نظن نصوت على يوث تسواف ماذا قلنا فافيش الوالدين وساد شو يزديك شمين روح ذيك ست يقل عقيك صوتنا ما تقارن الله يرحم اللي خلاه ما يموذيون ماذا قلنا لك يجدي ذري من يجد كرا أسقر الله يرحم اللي خلاه ماذا قلنا يجد ذري رحمة ربي مدي جارة أنت أنسى استكرار الرحمة كيف مثلا باش انظر يعني اريوث الدرجه غير غير تصوب يحمي العبد البعيد عن جربي جي المؤمنين المال حشان يقاد يرحم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يوث تسويث ماشي داين تصنض يتسويث ولكن داين تسعيد يتسويث كاكي خاطر الفقير مخلف الا ورقاز ونسعر الشيء وكيقلص الفقير ذا الصحو يسعر ويسعر الشيء الفقير ولكن افقر لو بلو بوفر اكثر واكثر ذوين ونسعر مر راحش الشيء ورساد دشيك ساحه شاشيه شي ساده سحمي راس ويسعر كامل صافي واكي سي لو بلو بوفر دو موند واكي زوين ونسعر كل شق يوصف على عروتي سعر حاجه شيه اسم قال الشيء يهضر الشيء النس الشيء يهضر النس الشيء العبد اسم قيد الشيء الدنيا ذاك اسم قيد الشيء كامل واكي ذا صح ذو الفقير اذن الاسلام ياخذ مس الضوابط ونشتاقين باش
سيد ربي اسكنا الفتنايا كين للمالك يكرنا كان غير مدن لي كيفو سمي على لي غاشي غادي كيف يتسناغن لي كيف تمشارعن لي كيف في مسنغن يعيفات المالك في الشيء يخدمات سيد ربي الضوابط غفيين امشي دي قرقويز لسورة النساء ان يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اغدي الشيء قد سيد ربي باش نوخر نوخر في الفتنايا كين المال اما ذكري من اما ذي تمثال تريسا ذي القاعه اما ذي تمثال لأكو وينكو إلا التجارة وينكو يتعامل للعبد أكو ذي مسي عبد النظام باش أذي لي حاشا الخير جالسا حاشا الصفان جالسا باش يسيل المحبة تسيقمسا كيف مثلا خرج عربي ذي مؤمن إن شاء الله إذن سيد ربي غادي يزد الخير ذقويونا يقرد يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إند أي قد يمنا إند المؤمنين إيجا كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الله إلا إلا محمد رسول الله إند غروثة سميوت شمل المال نون دي فطي إن دحشان إنك يفك إجماك يعرف ذمك شنو إجماك نسيم لغوي والنظام أكيد أكيد يفك ستوفا سر خطر ما يفكي يد ستوفا سر خطر وإن إقضيك تشرع ستد ماليش ما ذق اللي حلاثي دي حياي ما يفكي يد ذري من التجارة الخمر وثن قبيارة خطر وجزنا له وجزنا له وجزنا له ذي حرام قال ليش استخدم ذي كل شيء وشيء وثن تصدفرة ولكن الغير الغارس يقول إنك خدم دي حياي يفكي يد ستوفا سر خطر إجوزك هذا نتفض إذن هذه قار يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واستميوت شثار المال وندي الباطل حسن أين أرق ديفك العبد ستوفة الخطر سيد ربي الخالق عزيز سبحانه وتعالى يفغن أذن شر رزقنا يفغن أذن عيش نعيش ذي ذينا كل يوم أذن عيش ذي ذينس كل يوم أذن عيش ذي الجهدينس ذي الخذمينس كل يوم أذن يرجون المكتوبيس ذي سيد ربي أذن استقنع سوين إزديف كان سيد ربي وذي ضيف سيد ربي أزديف كيفارا كان ذوين الرسول صلى الله عليه وسلم مكيد يقار يتعى النار سيدي ربي يقرض اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه أنا سيدي ربي رزقيد فكيد القلعة كيد القناعة استقناع سوين يدفك إن تفرق ضيع ضوينا كنا يجيد فك ذاكنا برا وتفيتر والنيك وتفيتر والنيك أروين أروين الغر نظام أتسمع قرض كنا أروينا كنا يجيد فك سيد ربي سيد ربي شوية طنع كتير جعل ضطاش صرح ويد لنا يفذ إن شوية ثن إن شوية ثن خدمة الصالير مش طوح الصالير ورديناري سلا خدمن شن نبذن اثنين ما ذرون سن تهنن كخمن سن وصاد شيء ثن يغن شن سوين لرسان وصاد المشكلة اللي جالس أروسن ولكن ولا ثني قد يتسوين سلي سلي كابان ذي مليار ولكن أصلا ذي سو ميكروسكوب إن ده دفض يهنا ذا خي كخمن سن سفضارة يهنا أصلا ذي سو ميكروسكوب إذا خوي زمر دار وزمر دار سيد دفض خطر سو كسرني يهنا سو كسرني يهنا يهنا وسدالد شيء سيد ربيتي دي تاكن صغار سبحان الله لا هذا السجين لا هذا السجود ديال الرشوه قال لا تعيشن لا هذا السجين ديال غير المال للمساكين ديال الفقراء اللي فاسن سن وتصودرا وتصودرا لا هذا وغين وغين ذي مرينا فيلم دن شن الحق مدن والفقير المسكين دي موفوني في قدر يحقيس ان السجين ذوكين دي بيان ادي جعل بلي غوين كران غوين العين غير وخميس ولكن للاسف الشديد داس درمك درما خميس ذا فيكيك فوق خميس السن قال الراويس كيف مثلا هذا نشدو غير ورسن ولي الشيخ ديال الناس ديال ربي الشيخ ديال الفيس وسمى بشان وخر البلايا يقرد يا أيها الذين أمنوا خزرت كان أغدي تسنده نداء وتنبيه أغدي السوايا أغدي يا أيها يمنن ينا أغدي تنبيه أما كان السور أفلان سمحس ما دل يا أيها الذين أمنوا أما كان السور الشيء اسمه أنا سنده اللي دم زغك شاكينينا باش أنظر بلي ما دين يا أيها الذين أمنوا إما أغدي يمر سوين العين باش هذا نخدم وإما أغدي ينهون فين ندير باش هذا سنوخر وينكني مرة أدي تس ذي المنفعة يلعب ما دين يا أيها الذين أمنوا ذي المنفعة إما غدي نخذ مكان نغو خريوية ولكن ذي المنفعة دائما دي تس دي تس عفافيس أغدي قرص إذا ربي سبحانه وتعالى ما دين يا أيها الذين أمنوا أي قد يومن ويجران يعرف ذي شي مؤمن بلين يومن خلاص يكشم دغل الإسلام يومن يومن ذغا أذي هدر كان يويدك هدي كشم ويضن لا أدي قار يا أيها الذين أمنوا حافظ ثغى في الإيمان هون حافظتها في الإيمانون خطر ما تكشمض دائرة للإسلام دائرة للمؤمنين أقيك تكشمض قبريد الجن غير تكشمض إذن حافظة في الإيمانين كي تسألك يوينك غير الجنة غير كان داك تخسر نيان غير كان دزت الشمض يحرم غير دخير غير كان دزت فغضي وفريد أصرح الجهنم وما في لذ إذ المسلم إذ المؤمن تشاهد لا إلى محمد رسول الله تظلت يقص عقيد بلس هذا المسؤولية ما كد يخزر يوين تظلت دين سيم أم كان كد يزار تسكر أم كان كد يزار تسكي ديفن ذا شو ثين سيم يسكي ديفن إن سيم يتسكرن إنسيم خدان إنسيم السن يمنات إنسيم السن أيل الفقراء المساكين إنسيم أي السن أيل غيجين أنشتكي ذي بيا فلاس
خطر المسؤوليه ثم قرحت انسان ادعي من يسدين سيم ويخدم الفعايل بويدا كون لا لدين سيمن وين ايل فرن الاسلام هذه جعل الاسلام ديو مرن سوان شتني من بعد هذه سخير العباد غف فريد الدين سبحان الخالق كي دي قال احمد ديدات فلا ساعه فوربي يند اعذون الاسلام اني هو يند وينك يدعيني من يسدين سيم إذن سيم إلى دخدم الفعيل وإذا كل الذي نسلمني الشفوغ الغشي في فريد الدين الجاعلين الإسلامي دي سمرنا كان إلى دنبادي الشفوغ في فريد الدين كيف مثلا وقنا ما يخدم العبد إذا لذ ثلاثة إذا فريد الدين وخدم أنت تمثال يشبه تيجي هي قصة عقد بلين سعد رث سين رث ما في القرآن رث ما مزوره تفرق فريد قيك فاض إيو فريد إن شاء الله نسيد ربي سبحانه وتعالى كش مضاي إنك حرم إذن قيك سعد يثم وتستنى النظام رث من النظام ذ رث الشفوغ في فريد وين كدي زرنا أسين إذا الإسلامي يبغانا يخدمنا كهين بعد الشوف على العباده في فريد الدين وقال وزر الضلال ووزر الاضلال وزر الضلال تفرق فريد وزر الاضلال الشفوغ ديال عبادي وفريد الشفوغ خير ديال عبادي تشمل على فريد الدين كيف مثلا اذا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قرد ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتشميو شتال المال وندي باطل حاشا غينا ريلين شتو فات الخطر اما ذا الربا اما ذا الرشوه اما تسكر ذا اما تسر ذا ستكواكاي اما ذي الخدع الخدع اما ذا خيانه الامانه اما تشتشي اي شيء عبد اي ران الفقراء ذو المساكين ظلما انشتاقين سيدي ربي ويفغران يعرف ذي شي مؤمن بلي غادي يخدم في مسايم في كينين اتشجه لما الوي ذاك يومنا ينادي الجنة خمار يكون وين يكون ذا فريد كين للايمان يتقوم ذا فريد الجنة ولكن غروات وخر مفلس يسكشف جهنم واتقوا النار التي اعدت للكافرين يند وخر خدم مثل الوقايه ذا الحجاب قال ذو جهنم يند ماشي يكون وين يسيد خدمه سيدي الكفار خدمه سيدي المشركين كون وين يقاد يومنا سبعه كان دقفريدنا كان ما كد يكلف سيدي ربي سبحانه وتعالى شيء التكليف عقد دائما سي المنفعه كد يسوى اردي سيفلك ما دينه وتسكرارا دينه وتسكرارا قص عقيد بلي داك الشيء اذا المستفيد الزدخي اكنك ديننا ما كتشيني وتسكرارا اذا ديننا كل عيفض مره الدنيا كامل اكنو كتسكرنا داك الشيء ميسلو داك الشيء مالي ليك تشي تسكر العيفض كتسكرن اما اكخرني غاشي اذا شارج جندي كو ديال السنه كتنا كور ماشي ديال قش كان فاعلوني كككور ولكن ني نقدو تسكرنا ني نزن دوك كل عيفض مره اكنو كتسكرنا داك الشيء اذا الوي قال بينيفي ديك سال بينيفيس ديك الشيء داك الشيء اكا خرج ويني يغدي كل فك ذي المنفعه ذي المنفعه ايت مثل وسيدي ربي لقر لا رحمان لا شفقه في العبد تشكر كانت مثل ثلاث شولان العبد الفقير مريلين زعما ويفرن غروماتيتش غاس فيفيس هذه تعاقب غفي جنين ولكن اسيكي العبد القرار ام كنت صغيره غير ولات ولكن داشي كوار مريل العبد سكر ضغن العبد يسعان وجنين البعيد عن جربين جي مملين يكس السيد ربي القلعة يكس السيد ربي الفركة دي الشينينس ولاش دا شاثي الصارون يكش ما صلا زار دخي قويس ما ثري ذاس دي بحروث الصارويرة إذن فيفيس أذي يكون حاشا ما يموت حاشا ما يموت ذي جين فين الشرع الإسلامي يكزي ما سافوسيس يقارد السيد ربي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم سبحان الله كان يثمثل إذن خزر ثيث مثلا السيد ربي عزيز يغدينا إذا قد شم ثمران الجهد الون ثمران تيدينك أتشتغ أيني لن تيدينك أتمقيض أينك ديك شمنا رضاقي قخامة أقدي أوميك الحاجة وتصدري ذارا أستنظر أنسيك ديك خزر كان سيدنا زكريا عليه السلام يمد يكشمر مريم يمس سيدنا عيسى عليه السلام خطر ذي ليس تسيف ثينس نسيت سيدي ربان ولكن مد يفل مكلا غير غرس يفل مكلا ولا شي تسوك ذي تمور ذي نيما كل مكلا أسين يا مريم أن لك هذا أنشم ديك ويقي إن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب خزر كان يفكي صربين الشان مريم عليه السلام يخدم يوث الصورة كما يسغى في اسمه وتخدم في الأزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم لا عائشة ولا حفصة ولا خديجة رضوان الله عليهم جميعا ولكن مريم يخدم الصورة كما يس إذن يقرص إن لك هذا إذا كان قاري وراءه النغمة لدوي الشيران سنين نسيك ديكا نسيك ديكا ولكن لقاني نغيما دبور نكوني نسيك ديكا ويقيد نقوك أنت أنا خزر إيمان إني أغدك شو من غالجيف ماذا الذي يحيي نغذي حرام. سبحان الله التغيث مثلا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال على المس على اليد ما اخذت حتى تؤدي يند افوس ثقام من حديث سمره بن جندو يند افوس ليقين
أفوش ديقوين في اللساثي يتعاكم تحاشا ما يران أيوانا كنا أروان داك نثي ديقوين مسؤولية ما هذا ديوي كرا حاشا ما ذيقلا يراث أروان داك نثي ديقوين موش المسؤولية في اللس يروح ديوان غرى رسول صلى الله عليه وسلم إن يسار رسول الله إن يسال عبد ما يموت الشهيد ما يموت الشهيد في المعركة يموت الشهيد الناس يعرفوا سيدي ربي دنوفيس الناس كساو فلس يعرفوا سيدي ربي دنوفيس هذا استنعفوا مرة ولكن الحكنة ككرا اللقذابين انزل جبريل عليه السلام في الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله يقار الشهيد غس يموت يعرفوا سيدي ربي دنوفيس ولكن دينو استعفارا ما موسى لا إذا طيب واستعفارا غس يموت الشهيد يفكا إذا منيس أفوذ مربي ولكن ماذا قال موسى لي حشر خلاص علي خلص أينك إيه موسى لي طيافات وعراء إذ مثل وتتسميها سيدي ربي توبا وتستطيع ما غس توبا دار سيدي ربي ولكن الحق العبد الحق العبد إلا قد استر مستر إذا أتخلص إجمع الحال كراف خذ من مرة أكوا كيروح أفي حق العبد كامل كان إذ مثل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إند أمات شو حاسفين يوم القيامة الزات ربي إند بعد إمام العباد ماد أقفية ضوء التمسات غير غرسنا الذهشن يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إند أذي ذو سيد ربي أذي يحكم غير الخلائق نسا إند حاشم ذا قليل ذهشي عبد مري يولي تخسي سعنا الشيوان ثوث تخسي ونسعى لنا الشيوان السنم خصم تردين نغستر في غرفة ستخلص أتخلص يعدد الرسول صلى الله عليه وسلم يونس حبيق نس أبو ذر الغفار رضي الله عنه يفد أكان سن الزمار نغ سنة ولي نغ سنة دقو غرسن إنس يا أبا ذر إنس وزر ذر فشي فات سنة إنس الله ورسوله أعلم إنس وزر غير فشو إنس سيدي ربي زر نغ يحكم في لسة يوم القيامة في سنة ذاك كل يوثة سر حق لحق طيب ثيني سعنا الشيوان ثو تينو سعنا الشيوان أزكنا داري يحق الزفر ربي وسيسر حر فما بالك بالإنسان بعد العفذنين وقفر الدو التمسات غير غرسن سنة ذي فدو ثارقة جيث ذي فدو ثارقة سيني ذو ثارقة الحيوان ثنا إضرا وكهن أن علم هذه أنكين سبحان الله أكنا جيث مثل عن أبي حرر الرقاشي رضي الله عنه وأرضاه عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم كدينا إن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس إن دوكي حلارا المال نيجي ما كنش يوما حشين يجدي في كان سطوبة الخطأ إذا قد عقيدة كان مشي ثورا إجمالا هذا ذاك ديار صرف هذه سديق ذكرا سديق زيادة من بعد كشنا دوضات أتما قد سنة طنبين أشيتو قاع المهم وزرر لا إذا قد سقو إذا غار غرصة دسترد إنك نقدس قد زيادة مولا شيز كذا ست نتسانو يفاقرا ولكن وين لا نوساو نفاق أدي يسي وقت أثني ماركي فلا كذا سترد حشا ثير لثار سترد سبحان الله أكتنا يتمثل يقرد لا يحل مال امرئ إلا ما أعطى عن طيب نفس وكي حلاله وين أين لند المال العبد وذاقين عادي قار أما ذي نسيمة ماشي ذي نسيمة ولكي حلاله حشين يدي في كان سطوبة والخطر سبحان الله يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيء بغير طيب من نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ما دين المعاهد الإنسان ذي عبد أدى روحا دي ثمور تفراني ثا دي كشم على ثمور تنغ إكشم دار ثمور تنغ ستأشيرا ثكيس دويان إكشمد سلباسباري نس يكواغذي نس أذي يخدم أذي قيم أذي خمكنسي أذي سيعالي على حدود الحدود القانون ولكن باش ذكر ذلك الشيء أصحذ التضيمض أتسخذر يحقيس نغت تكلف السوين مو يزمير لنا نغت تكسر الحاجة وكسيد يفكر استوبة سور خضر إنك الرسول صلى الله عليه وسلم إنك كذا خصمي كذك يوم القيامة كان مثلا هذه اللي ماشي ذي نسيم خطر شيميا خطر ما ديك شيم يونو فراني ارثمورتنا اذا قاس نخدم هذه اللي امن كنيا امري ما تشخد ما تشتف كذا كان اماكن يخدم وخدم وخدم تمورث هذا تشتف لحقاش تكسدر ودي زار الرحمه للاسلام ذا شو تزكى هذه الشهاده الى محمد رسول الله ولكن ماذا قال يزار كي تشي ذي نسيم وتخدم ذا صافي اخي خيشبان وينا ندات فوق تمثالتينيك انيك وينا كين اذا خصمي تزكى يوم القيامه وسادر وين يسعون خصمي سدن فين صار وسام هذه اخر اشي شيخ مني فافيس كان يثمثل يقرد يونس صحابي مقارن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه إن دين الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر وجين ذي بيان يغرد نقض أرث وين يتسيرين دي المجتمعات النغية مثل ذا شون يفين يفوت سمي على الجيران يفوت سمي على الغشين ذي قاعة خطر نجعل أذى تنوي ولكن القاعة سيدي ربي يونس يتورى يقرد أصحابي يجين ندي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم وين لي وين أكر بلا الحقيسة أثي وذي فاطي ذي فنوذ قيلو تيسارا نغد يلون ذي قيل الجاريس نغد يلون مشي ذي نتيسا ذي أثي السحل إنه أثي كلف سيدي ربي أذي تعبين أكرنينس يوم القيامة مرة
أذي قاز أي مس في عيق وعين وذي تعبي العبادة تمكان ذخي الجنة تنسذي تعبي غكي أخطر يحمي للدنيا وتعبي ذي آخر يقرد أبي حميد السعيد رضي الله عنه إن لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب من نفس منه إن أرسي حلالا يعبد إن ذي وثاكوست ثاكوست نجماس يعبد من ثاكوستيس ويسار القانون الاستيوي ورست حلالا حشم ذي قليف كيستيت ستوفاس ويخاطر الله أكبر. كان يتمثل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث يعلى بن مرة الثقفي ينذى الرسول صلى الله عليه وسلم أيما رجل ظلم شبر في الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس ينذى يعبد أليوين أيوين ثرذست ما دين ثرذست جخف وضع ذا جم شطح حشو ماذا قال ذي خف وضع ذا جم قرحة أذبو زجيا أنشتقي قوكي ماذا قال ثقوي ذست الجاريك ثرنت دغرغورك يقس عقيد بالليا أكي كل فسيد يا ربي نتصغز الأزل زل لبس قوين ثنين الله جرنيك إكس عاكين أذا تغز أفس فعل قوة عيدة وسر وتسع بيض غفعلو لك وكيني سبحان الله أنشتقي لا العباد يتسوثن غفايا يتمثن يجمعكي أذي قالك كريس هذه يمين باش ديالو ثرذست قوكي سبحان الله ولكن خزر ذا شون يكسر جون فافيس أشوف صار جون فافيس أزكى الزف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى والإنسان ماذا قلنا ما ديالو العفد ثرذست قوكي أنه ديالو أين فغي أنه ثيد إرجارين سي قوثي وير بحرف لاش أي خطر ثرذست أني قوكي إنك نديرنا الزيادة أنشتني زينا سي محقني فركه الملكنين سمرا اكو استصدقر الجرنيس الفركه الملكنين سمرا وكاستصدقر دخي الملكنين قلنا كني صدي منك ني وفي اسم ذاك اللي يموت وين كني تصوضي منك وين مكتوك سوا كان وين يسن حسابا ست انا انفيستيسمون اجي تصوض راجل صغار دخي فظلي تسا ست تساكي وين خري مادام مره اشرني يتخدم ستوكر دخي قلت فافيس يقول ستفافيس راجل تصوض شغل الشيك بوستون غادي تصوض الاخر ثاني سيدي يخدم في الاسوينا حاش ماذا اسمه ما يساعد الدريه الحلال سيني بركه الخساره هذا راح يصير الميكيس السنه دي يحبس كلش مادام يتخدم كامل يقويس استنفانيس النفاني مره نوك هذه تسوى هذا في شغل اخر الله اكبر اذا انا ولي ذا شان ويا ان ولي وين يتصدي من دويناك دويناك وين يقربحن غصد انت ما قايث المظلوم انت ما قايث باللي محقور اكاكينا ولكن لو كانت صغير ثين الحقيقه هذه زرت مسالت مبافي سندفغ وين يضيمن هذه يسمى وين يتصدمن مكيز دي خدم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله التنيث مثلا يقرد أبي ملك الأشعار رضي الله عنه إند أعظم الغلول أعظم الغلول فكر ذثم قرحة مرة غير سيدي ربي يوم القيامة إند ذي غير قوشاية ذي راع وأرض يسرقها الرجل يسرقها الرجل إند غير قوشاية ماذا قلنا يقويث بابيس الجاريس هذه الانسين ذا الجيران ذاقو غرسنا ذين الجيران لا تريسان ذاقو غرسنا يناد مباد أذو حد السيوين إغي قوكي يناد واقين يعرف ذاقين ذا شون إثي سرجون أيث مثلا أغنجر بين جي ممنين يناد ذي سعبين أزل قوكي إني مرة نقص فعال قواعي ذاك السر كامل ذي سعبين أكينيا ذي سعبين أكينيا مبلغ من أكندننا الملائكة تصدقر إذارك إلا داخل الملكني تسكن داخل الملكني تواضي منك أين يفغو يسعو في إذارك صغردي هنا إغانا تسرى مبيان أين يخدمان دجاجر غفا فيس أفينك إميك تواك سكن خطر الشي من غيث مثلا ما قيث كان يعود ما تسعودي جاريك يقص إنسان دي حلي الجنة ذيك شد حلي ذا الجنة ذيك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه ما زال جبريل ليد يوصينا في الجار أرمي جعل غي ثير ذي الورثة ذي يورث من موثة ذي يورث ذي دي شكمر ذخي ذا مني وذي يورث قوكني إكسعى غزاي الجاري عقي إنسان أكديف الزفر بين أسكان ويقل على خامش في الله ماذا قل الضيمت ولكن ماشي كان تسذوث وتسذوث ذرا ولكن كشناي الصفر نية دينس الخراف خدمت الصفر دي لدينس وإنسان أكي صبر إلى ذينك إذا ماذا قلنا يليون هذا صبر إلى ذوي ذو تسمية ذو لا رغش ذو غين ذو مثل الجاري كذا مزوره ما يرغوا خميك ذو الجاري كذا دو روحنا هذا دو روحنا كثير سنس ماشي ذا بعض النظام سبحان الله إذا نلعب ذا جيم سيد ربي يكلف إيه دي قرب اللي الجاري أصل هذه السيسة على حق في الله أكثر نجم ما بذو كوي ما كان يصوضان مدي نقرب ذي أثير أذي يورث ولكن يعرف ذا جيم يكلف ذو شيء وما اكثر الناس يخدم الشغيه قيم ماشي الغروخ ذي العبد ماشي ذي غير نغسين نغض 10 اللي تسويني عبد الجيران شن قزرين هذا شو اثني سرجون ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ند ند الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من انتقص شيئا من تخوم الارض ند يتوانعي عبد الا يغير العالمات الا نير الجيران
يند يند العلامات الى اريف الصين يريون اكو ويض ذا الجيران يند ولكن ما تغير يند فافيس ايتشوان هاي ايت مثلا ما قيث امكن يقار وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم ونشتاقين ذين شويه مره اكو لا تذرين ما تنكش ما كش ما دخل تذرين الف افريد وكاروسكي تعدي تكرسين اس ديكشم اذي فنو اذي سر صداريس اذي سر الصرب خميس افل قدرون وتسجل من سلعة الدين غشيم وإننا ديزاز حشمة القدرون وإننا ديزاز حشمة القدرون وتجمع وتفضلن ده في حوض وتكشوز مرضاتي وتمرضاتي حوض وكنين تصديق لكنين إكشمد الذخي جوفريد الذخي جوفريد الغشيم. أدي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيد كان أدي قرر من أخذ من طريق المسلم من طريق المسلمين شبرا ما دني الشبر ثارداس الجوفري ذي سعديني غشيا شبرا جاء به يوم القيامة يطوقه من سبع أراضين خزان كان يون العقاب وكل سنيف كان وذا كيسكو الركاي أذغزن أزل سبع القواعد وسر وثعبين في عرنسن وين يوين ذقولن ذقولي ذكروس وقد عوشون بعيد عن جربين جيموني لأن كران الغشين وقذار كران مقنن أيضا صوت لابيس ترمين ذا خميس ذا خميس إنسان يخدم في إيجارجين إيجاريكش مس لابيس ذي لابيس تنين قذار ذا خميس ولكن يقد يلان الزيت وسن الجل ذا دين يجيسنا فريد همش تطع كثافريد همش تطع ثيار إيجار دين ديس سيدي سيس ناس ماذا قلنا جد دريال الحياة يواجه يعني يموت يروح أروان دانغاري تسو حسن أذي أخر أخميس أسني جذري ذوي يضاد عدين أكني أسيس وسع سيدة البيض قزكينس مولاش أكن تسيس ذيق ذي دونيث أرث ذيق فلس ذو قزكان أرض ذيق فلس يوم القيامة ذي الأخر كيف مثلا إذن ونايا وين ثار ذاس القفري ذي كيس عدين ينسي من ينسينك سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى أذي استفغ ذي يعجي في يوم القيامة أذي قزر سفع القواعي وذي سعبين أكرنيس سبحانه الله كان يثمثن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مقيث مكال الدي قال ان جيد الرسول صلى الله عليه وسلم اربع امسلين ان لعن الله من ذبح لغير الله ان اذن يا ربي وانك ريجيون ريجيون يخف ام ماشي افوذ من ربي روح تي ورث قرا غادي تي ور وزر غادي غير داغ الملك ما تي اش خدم ماشي كي سيدي ربي ان دوني تشوانا ان لعن الله من لعن والديه اذن يا ربي وانا رينا عجن الوالدينيش وانا رينا على الوالدينيش ملعون كان يند لعن الله من أوى محدثا مري الإنسان يسعى يخدم البدعة في الدين يند وثي شكوفري يند وثي شوانعر ويسر بعن يظن يند لعن الله من غير منار الأرض مري اليوم في سلت في يسعى يجلس ذي ميوك وقد درس الموضوع عن درس الناي فلا دن هدر مري اليوم الموضوع في يسعى أري فصل سين الجيران يند وثي كاريون ديك سنة ذو أذي يرثي لست ذات شوخر باش أديز قدغ الملكيس يند وقين عيث ربي سبحان الله كيف مثلا ولا هذا الانسان الملعون مطرود ذي رحمه ربي سبحان الله كان يتمثل خطر انشتاقين مره اكو انا عقيب اللي ذي خوف ربي نقصن دقويا وين ذي الايمان نقصن دقويا وين ورمي النار يغشي باللي اذمثل يقرت سيدي ربي قبيس عزيز وان كثيرا من الناس الكثره ذي الغشي وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون تقى ذي الغشي ورمي النار باللي اذمجدن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرت ابو امامه رضي الله عنه ان من اقتطع حق امرئ مسلم من بيمينه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قال يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك إن دو نري قال لي من الحنف باش ديوي الحق نيك ماشين شي ماتي ديوي دي فطر إن أدي حرم في لس سيدي ربي يجنف إن دتي وث دي الجهنم ما نسي رسول الله ما قال هذه حاجه طمش تحتك إن إيش ولو كان ذاك الشاب نسي نخدم كان سواك وانا كان نسي تسويك السنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشاب ماذا قال تقول له ربي لي من الحنف باش تي تحلي اجل قلنا ذي القيمه إن أدي حلي فيش الجهنم وثي من هذه من هذه سبحان الله كان مثلا الآية قتام الحاج إذا قرص إذا ربنا أتميوش ثلاث قوارون يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أتميوش ثلاث المال وندي فترح شو ستوفة الخطر أم كي تكمل الآية قدي سورة النساء إذا قرص إذا ربنا قويس يتكمل قبالة هذه الآية دي الدون يقرد ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير إن الدون قثرا من نون إن دا خطر سيدي ربي سعر رحمة في اللون وقين يعني ذيون الموضوع واحد سه الموضوع واحد
ولكن ادي قرؤ اقتل يمنون سيد ربي صار رحمه في اللون ولكن ولا لين غني مانيش جهنم جهنم ارثيتش. ولكن العجب يعني ذي الايه القران الكريم ماشي كشمل سيد ربي سنه في الايه تاعي اتصل الايه ذي القران الكريم يشمل تتي الشمل كان كي بلات كان كي غيت ولكن المهم يقرافت ذي القيمه ومي قرافت ذي المعنى باش انظر باللي الماكله الفطر ما تشد اي لون ما كاينش يم ذي فطر تشميوت شمل المال ذي الفطر وين رايتشن ذي الفطر امنين غني مانيش تشدي فطر تنغي ماني سبحان الخالق وين يتشاني حرام اين غني مانيش يهدم خميس يكسي فارك هذا خيكو خميس يمحقي فارك هذا خميس ويتفريه هنا ذي ذو ذارتين اين يبغو يسعود ويتفريه هنا ذي ذو ذارتين خطر لهنا تسجد ذي حياة تسجد صور سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما يجعل العبد باللي اين يخدم اين يخدم ويتخلي صاران ويتسرر غفافيس والله الذي لا اله غيره الكلب وين كلام الفطر يضران كامل اكو وين ميقول روح الحقيس حشتو غير نذا ثيوغا ولكن الى قد في غير ذي الدنيا استيار ذي الدنيا ذا في اسم حمي يمانيس خطر سواني تخيافن دينار دينار درهم تخيافن ولكن ماذا قال لك شينا قيم رمضان يا خرف اتخلص الصلي ثقيني الزكاه نيني الصوم الصيام نيني الحج نيني الصدقه نيني سلفني في نظر اكون تخدم كامل وكاين دليل الرسول صلى الله عليه وسلم يغثي 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 دينان إند كل يوم أذير وإني سان كران من المظلمة أري ما سينسيم إند إلى قدر سيد يعفو أذ استرضين يستقيض نغص سيد يعفو وقبل أدي وذي والوقفية ماشي الدينار نغض درهم ذي الحسنة ثلاثة لعبن إني صلى الله عليه وسلم أني ويد المفلس أنا وذي المفلس سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم السحب يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ذوين سعر ذري من ذوين سعر الشنغي ذي المفلس الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لا ماشي ذي ذري من نغض الشنغي ذي المفلس خطأ نكون أكون فيه سيدوني ثم رأكون فيه ويقى من دقي ويوين خميس ويوين شيس ويقوين دينار دولارين سال أرض خلص كان يونس تيغوري انج كلش حسب حنا قش بحنا ناوي اذا الفلس مره دي دوني كامل ولا انس المفلس المفلس انيوا المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسنته وأعطي من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار يند المفلس يند وينك أنا روح اليوم القيامة أذي الظال أذي زكين أذي يزوم أذي حوج أذي صدق أذي فنور جوامع أذي فنور فردان أذي فنور وش كشيون ويخدم أرقوين العالي يند ولكن وقي يوثيث وقي يكريث وقي يتشد ثيريست وقي ينعيث وقي يخفشيت وقي ينغاث وقي يهرد فلسين ويخذي مالا ولش تنسبت يجن ويخذي مالا إلى دماد يوض السنة مقارن يوم المظالم السنة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من كل يون أذي الطفذ قوي نثي ضيما يلي يون أذي يغي يحقنس أذي خلص مرة أكو ذينا ماشي سد دينار نغض ديرهم ولكن سل حسنة شوي قق وكتظليث الزكاة الصوم ذي الفعيل العاين أذي زوير ذي الزكاة نسا ذي خلص بقى اسمي ذي الصدقة نسا الفعيل الخير بعد ذي كشم الفرائض تظليث الزكاة الصوم ذي الحج أذي خلص إم طيب اسم مرة تصطفن ديكس ذي جوفاريس اسمي اسفكت الحسنة ثنينس طيب ما زال سيدنا سيد ربي غادي يخلص ولكن فوق تاس الحسنات سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدي فوق تاس السياثنون ارنو تاس السياثنون بعد السياحه قند السياثنون بقى في ظهر سيد ربي ذي جهنم كان يثمثن وين يتشاني حرام يعتبر المفلس جهنم التي تشن كان يثمثن الى هذه اللي سيد ربي سبحانه وتعالى يفكي غد باش نعمر القايق ولا شوي تفضل ذيكنا باش هذه قيم ذاكي ويصروا حرام يونو يزرر الجليس يونو يزرر من مين يروح يونو يزرر وصاد دشو ماشي ايتي فنص وش ايشي كيف حش شوي نسعد قوية ونغض الايمان ذي المحبة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اذا كل انسان الى قضيه ايمانيش يوش من غير يروح الدخول وتطوشني الطيام ويتسافر وريف ذا حنين نيس دينا اما ذي حبيب نيس اما ذي ذراويس اما ذي ذرمينيس اما ذي شيس يونو ويش حش العامليس هذه خزر الجهة ذي فوس ذي والدين يخدم وجهة الظلمات ذي يخدم ارزات سدين يخدم ارد فيرس دين يخدم انوار كيسيكن كان يتمثل خمن طيامة خمن دود ذا سمير ويش شاطف الدينا يحاج يعف ذي مؤمن استوى الساعة بين مدى البصر سي الروضة من رياض الجنة ولكن وقن يتشانا كي حرم أذي حزق في اللاس حشا ميين أذي تشعة سفد أخي يزكيون العذاب ماشي ذي نفرون غم العرب ذي العذاب وزكان غم العرب ذي العذاب الآخر يتمثل أرجع يا ربي من المؤمنين أرجع يا ربي وإذا كيسعيش دين الحلال أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.